solda de verdade, raios fugidos, brilho no céu da pátria nesse instante. Sione, ya Sione. اليابان البرازيل في العاصمة اليابانية طوكيو بالضبط في الملعب الوطني الساعة 7:20 هناك 21 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة فارق 7 ساعات بين مكة وبين طوكيو ضربة البداية ستعطى بعد حين هذه تشكيلة منتخب البرازيل تقريبا المكتملة التي تلعب اليوم بأليسون في حراسة المرمى داني ألفيش على الجهة اليمنى على الجهة اليسرى غيليرمي أرانا وسط الدفاع إيدر ميليتاو واللعبة خطيرة لمنتخب البرازيل وسط مجموعة كبيرة من اللاعبين كاد يأتي الهدف الأول لصالح منتخب البرازيل من أول لعبة عن طريق مرفوع الكرة لإيتاكورا الراسية مرة سلامات في الكرة الأولى لصالح منتخب اليابان رافينيا على الجهة اليمنى استلمها رافينيا يبحث عن باكيتا ورافينيا ونيمار والدفاع يدخل ويخرجها مرة ثانية تسديدة من فريد عالية فوق المرمى الكرة هذه من لاعب مانشستر يونايتد فريد في التسديد رجعت له إيتاكورا لعبها في الوسط طبعا ناغاتومو موجود على الجهة اليمنى توصل مباشرة لتاناكا يلعب على الجهة اليمنى ناحية التو التو يحاول يمر كرة ممتازة من التو والتوزيع ورقية الأولى من دون أن يقدر اليابان على التفوق ولا مرة على البرازيل ترجع له مرة ثانية التو حاول مرور من أمام اللاعب أرانا التو أرانا فكرة كانت مليحة ولكن ميليتاو يسترجعها يلعبها من هنالك ناحية رافينيا رافينيا الحق عليه داني ألفيش رافينيا أوه لنيمار نيمار نيمار ما زال عنده الكرة الآن داخل منطقة العمليات يبعث أوه لو لو تغطية دفاعية من هنالك أمام من ناكاياما يخرج عيدة تماما بو 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 خروج أليسون فريد لعبها مع رافينيا رافينيا داني ألفيش داني ألفيش طلبها كازيميرو يدخل داني يلعبها لكازيميرو ترجع له البحث من هنالك داني ألفيش داني ألفيش خطيرة صعبة ورافينيا الحارس يصد التسديدة مرة ثانية بعيدة من كازيميرو نيمار يبحث عن واحد من الرؤوس صعود ماركينيوس وميليتاو مرفوعة الراسية بالدفاع يخرجها كرة عرضية بعيدة توصل للتو على جهة اليمنى يحاول يمر هاي صعبة هاي صعبة التو أمام رانانا ارجع للخلف ناغاتومو ولكن بعيدة في القائمة الثانية وداني ألفيش لم يلحق ما زالت الكرة يابانية من هنالك عن طريق تاناكا في الخط الامامي في موجود ناغاتومو ويوشيدا وكذلك إيتاكورا الكره مرفوعه بشكل رائع الراسيه من هنالك اللاعب ارانا الكره من هنالك لباكيتا نيمار رائع الكرة هذه وصلت لفينيسيو جونيور رائعة من نيمار ومن جوندا هيدا الكرة ما زالت الخطورة باكيتا باكيتا يلعب عليه اوي ضاعت وما زال رجعت لكازيميرو مرة ثانية حرارة كبيرة عند اللاعبين اليابانيين فينيسيوس جونيور يلعبها مع رافينيا رافينيا يحاول يمر فينيسيوس جونيور 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 فينيسيوس جونيور نيمار اوي والدفاع فينيسيوس نيمار فينيسيوس كرة ممتازة باكيتا بالراس نيمار باكيتا نيمار باكيتا باكيتا والدفاع يدخل ويخرجها وخروج بالكرة من هنالك من مينامينو يلعبها لجوني التو والتوزيعة هايلة راسية من فورياشي مرت سلامات الحكم المساعد رفع الراية معلنا ورأي التسلل منه اللحاق بالجوهرة بيلي نيمار يستعد من أمامه كذلك رافينيا نيمار التسديدة والدفاع يصد دقيقة كرة على الجهة اليمنى التو يستلمها يلعبها ممتازة رجعت له مرة أخرى من عند رفيقه فرواشي التو كرة بينية ممتازة لناغاتومو أرانا على الجهة اليسرى يحاول يمر أرانا ما زال عنده كرة الآن أرانا أرانا يدخل أرانا على الأرضية القائمة الثانية الراسية من هنالك الذي لم يتمكن من هز الشباك باللعب فوق أرضية الميدان هذه يفعلها من مخالفة رافينيا من غوندا كرة في العمق نيمار استلم نيمار 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 يبحث عن فينيسيوس جونيور ما زالت الخطورة تكون في اتجاه الإطار كازيميرو لا هذه المرة لا وباكيتا باكيتا اختفى ونيمار باكيتا نيمار استلم نيمار الخسويجي كوندا ينفذها رافينيا مرفوعه بشكل رائع بالراس والدفاع يدخل يلعب لفينيسيوس جونيور فينيسيوس جونيور ما زال الارضيه باكيتا التسديده من باكيتا ولمسه يد
ممتازة من رافينيا يدخل يوصل رافينيا مازال رافينيا خرجت 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 يا رافينيا في اتجاه أرانا أرانا نيمار نيمار طلبها ألفيش 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 الراسية وخطيرة أوي التو على الجهة اليمنى مع مدافع ناجاتومو ناجاتومو التو ناجاتومو استلمها مرة ثانية عرضية أوي أوي وركنية كرة صعبة وخطيرة وخروج كازيميرو سريع الكرة للبرازيل كازيميرو نيمار هرب على جيل يسرى كرة صعبة هيدا من كازيميرو لنيمار لنيمار نيمار اي 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 كرة لمين امينو على جيل يسرى يحاول يمر مين امينو داني الفيش مين امينو مازال مين امينو لم تمر هذه لعبت على الجهة اليمنى للتو يدخل التو يوصل عنده الكرة عرضية ممتاز الكرة البحث عن فريد بتاعت الانطلاقة السريعة لصالح منتخب اليابان وخروج أليسون يتمكن أمام فورو الشيك بعيدة نايمار استلمها نايمار مرفوع القائمة الثاني راسية من هنالك عن طريق جابرييل جيسوس الحكم خلى اللعب وصلت لداني الفيش طبعا جابرييل داني الفيش ما زال باليسرى يبحث عن القائمة الثاني بعيدة من جابرييل جيسوس بالراس ومارتينيلي على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه مارتينيلي يدخل مع نيمار مارتينيلي خلاها لنيمار جابرييل ونيمار كازيميرو لم تمر تسترجع من نيمار يدخل نيمار نيمار ما زال نيمار يلعب لمارتينيلي الدفاع مينو ومنتخب اليابان مينا مينو مازال زوج لاعبين امام خمسه مازال مينا مينو مينا مينو مينا مينو مينا مينو مازال يقاوم مينا مينو باكيتا مينا مينو ينتظر المسانده وجدها الجهه اليسرى الكره في العمق لمايدا مايدا يلعبها مره ثانيه صعبه لمنتخب اليابان عرضيه القائمه الثاني خطيره تسديده مرت سلامات من الطول حدث جديد لم يفعلها نيمار ريشارليسون نيمار خطيره تسديده الحارس وريشارليسون لا ركلة جزاء ما زال يأذن نيمار يتقدم محاولة تسجيل الهدف الأول للبرازيل نيمار يضل 1-0 لصالح ميتوما يحاول يمر ميتوما ما زال من أمام ديال ميليتاو ميتوما ودير ميليتاو ميتوما وحكم هذا مرة ثانية توصل على الجهة اليسرى الكرة هذه صعبة لصالح منتخب اليابان كرة مرفوعة من مايدا في القائمة الثانية ميتوما عنده الكرة الآن ميتوما يحاول يمر ميتوما ميتوما ويدر ميليتاو ميتوما جانكال في اتجاه ميتوما ميتوما هيدا في العمق بحثا عن مايدا وتغطية دفاعية أخرى ثم أليسون يا مايدا أليسون يا مايدا يا 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 يا